جيناكم ولا يجيكم باس. الحقيقة على غرار موضوع بسيط صار بين صديق وصديق وقريب وقريب، مع الأسف الشديد الاختلاف وارد منذ خلق الله الأرض، وعد صار فيه اثنين فقط يعني قابيل وهابيل، ومع ذلك استطاع الشيطان أن يدخل بينهم العداوة، وهم اثنين في الكرة الأرضية كلها عندهم نفس يعني، ومع ذلك حدثت الاختلافات وهي سنة الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله ولذلك خلقهم. فحصل الخلاف واتصل علي في نفس الليلة، وكلفت أحد رجال القبيلة الشيخ يحيى جابر الحكمي، ما عليكم زود الله يحفظكم، وقام هو وزملاه من رجال أهل الريسان المعنيين بهذا الشخص الذي صارت منه الصائرة، والحمد لله صادفنا في رجال احتووا الموضوع واستطاعوا أن يسموا بأنفسهم فوق كل الخلافات، فانحلت الخلافات على خير وجه، وعادت الوشائج أفضل من قبل، وعادت القربة. فنشكر هذه الوجوه الغالية يعني مبالغة في إكرامنا وفي تقديرنا، لم يكتفوا بأن تساموا فوق هذا الموضوع وتنازلوا، ولكنهم أيضا دعونا ليكرمونا وكأننا قد أسدينا إليهم معروفا. فهذا ليس بمستغرب عليهم، ها أنتم تؤصلون هذه الشيم والقيم في أبنائكم لتكون ديدنا لأجيالنا جيلا بعد جيل. فنحن لا زلنا بني هاني، لا زال داعينا واحد وطارنا واحد وغارنا واحد، ولا زلنا لبعضنا يعني مهما كنا في أمن وأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، كنا بفضل قادتنا وحكمائنا، رغم أن الحروب على أطرافنا من هنا وهنا ونحن ننعم بأمن وأمان، إلا أن أحيانا تعود الأمور إلى ما يذكرنا بماضينا العريق وبعوائدنا وسوالفنا التي يجب أن نكون محافظين عليها أيضا. لذلك نعتذر من هذه الوجوه الغالية إذا صار هناك خاطئة أو باطية أو مخطئة أو ملبستة أو طف على ما يقولون، أو ولتنا الله يرحمهم ويسكنهم الجنة. ومثل هذه الوجوه من عفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من ممشاكم اللي ملفاكم، والله يبارك فيكم ويغليكم، وشرفنا حضوركم ومبدعكم، وأنتم عندنا عزاد ومتنا وقد بيضتم وجوهكم وما قصرتم، ولكم البيضة نرفع لكم راية البيضة، سواء من قبل مطرود أو من قبل الجميع القبيلة كاملا. ثانيا باسمي وباسم مشايخ وعرايف وأعيان قبيلة بني حريص نرحب بكم ترحيب الحياة وحياكم الله. والله نحن أول شيء دعيناكم في من محبتكم وغلاكم، ونبغى ننقيكم ونرفع لكم راية البيضة على ما بدر، والله من جماعتكم ومن أبو نواف خاصة، بيضوا وجوههم ووفوا وكفوا وأوفوا ولهم البيضة، ونحن دعيناكم والله معزة وتقدير، وكنا والله نقدر نجي عندكم بيوتكم ونشرفكم، ولكن ما نبغى نكلفكم ولا نخسركم، والله أنتم عندنا عزاز وغالي. والآن نرفع لكم النقع وراية البيضة من قبل مطرود وأخوته وجماعته وآل معوض، ومن قبل مشايخ وعرايف وأعيان قبيلة بني حريص عمري وعشواني كافة، يرفعون لكم راية البيضة موصل العبد العزيز وأخوته وجماعته وآل ريسا وشيخهم أنت يا شيخ أحمد محمد، وثانيا وأيضا أبو نواف، أبو نواف نرفع راية البيضة الذي قام وجد واجتهد وبيض وجهه ولقبيلته بالحكم وشيخهم من كافة مشايخ وخيفة
وعرايف حيفا والعيان وعيان قبيلة حيفا مقدمتهم الشيخ الشمل علي بن حسن المغامري الفيفي. فأنتم حياكم بالله على عيوننا وعلى رؤوسنا ونرفع لكم راية البيضة. وعندنا برضو عندنا شريط وعندنا